السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكريبت AI ده يخليك تكتب، مثلا عايز تكتب حاجة للسوشيال ميديا، عايز تكتب حاجة للفيسبوك، عايز تكتب أي محتوى بأي شكل من الأشكال، فتقدر إن أنت تدوس عليه وتقول له اكتب لي مثلا مقالة عن أي حاجة، تمام؟ بيقول لي وقف منع الإعلانات، خلاص اهوت، لأن هو مجاني فهو معتمد على الإعلانات. بيقول لي اكتب التوبك اللي انت عايز تتكلم عليه، واكتب الكيوردز، دي حاجة اختيارية لو انت عايز تكتب كيوردز. بعد كده اللغة، تقدر تختار اللغة من هنا وفيها عربي اهوت، والتون، عايز حاجة بروفيشنال، عايز حاجة انفورميتيف، عايز حاجة فورمال زي ما انت عايز، وتقول له اكتب لي الباراجراف، تمام؟ بيقول لك هياخد تقريبا ممكن 40 ثانية. فبيقول لك ان هو بيوفر لك $30 بدل ما تعين حد يكتب لك المقالات ديت. فبدل ان هو يكتب المقالة، ممكن نقول له طب احنا عايزينها عربي مثلا، ونقول له مثلا احنا عايزين عن الذكاء الاصطناعي، فباللي كتب المقالة هو تقدر ان انت تنسخها، تقدر تخليه يكتب لك مقالات او حاجة خاصة بلينكد ان، حاجة خاصة بتويتر، زي ما انت عايز. ممكن تقول له اعمل لي هاشتاج للينكد ان او هاشتاج لليوتيوب، اي حاجة انت محتاجها منه هو يعملها لك ومجانا.